بسم الله الرحمن الرحيم، معك جميلة الزين مديرة تنوية تأهيلية أبي شعيب الدكالي بالجديدة. في إطار انفتاح المؤسسة على العالم الخارجي والوسط الخارجي، فالمؤسسة برمت واحد اتفاقية شراكة ما بين مؤسسة أبي شعيب الدكالي الجديدة ومؤسسة أو مدرسة بليتو بي بي سي فيردن بألمانيا منذ 2019، وحنا خدامين في هذه الشراكة. فكانت في الأول بداية الشراكة بزيارة للوفد الألماني في 2019، ومن بعد كانت واحد لاكوبيغ نتيجة كوفيد وأسباب أخرى، ودابا عاود استرجعنا ثاني العلاقة بين المدارس، وبدات بزيارة وفد من الأساتذة والتلاميذ بمعية التلاميذ ديالنا في إطار تحقيق واحد البند من البنود اللي متفقين عليها في هذه الشراكة. وكان أول بند هو في إطار ترشيد المياه نتيجة هذا الجفاف اللي كتعيشوا البلاد ديالنا، وهذا الأزمة المائية اللي كاينة، البيئية اللي كاينة. وبما أن المؤسسة تهتم بزاف بالبيئة، فكان من البنود الأولى اللي دينا عليها هي ترشيد المياه أو السقي بلورديناتور، يعني بطريقة هما الطلبة الألمانيين جاوا باش ينستالو لنا واحد البرنامج بالبيسي اللي غنسقيو به النباتات في إطار ترشيد المياه. الان هما راهم في صدد الاشتغال في وضع هذه الاله، ولكن بطبيعه الحال دائما بمعيه تلاميذ المؤسسه اللي كيخضعوا لواحد التكوين. ومن بعد ان شاء الله من بعد هاد الانستالاسيون ديال هاد الاله، ابري غادي تلامذنا يطبقوا العمليه ونعموها على المؤسسه كلها. وبما ان ونزيدك ان المؤسسه راه فيها بير، فغنعموا هذه العمليه على المؤسسه كلها، اي سقي بانفورماتيزي. ونتمنوا التوفيق للجميع، ونتمنوا هذا البند هذا يكون ناجح ونحقوا البنود الاخرى اللي مازال متفقين عليها في السنوات المقبله ان شاء الله. سلام، معكم هبه الله وريع من قسم ديزيام اني باك سيونس مات من مدرسه ابو شعيب الدكالي. هذه الشراكه اللي درناها هي شراكه مع مدرسه المانيه، دارتها ابو شعيب الدكالي مدرسه ثانويه تاهيليه ابو شعيب الدكالي مع مدرسه المانيه، اللي كتهدف انها ايكونوميزيو الماء، ولا كيفاش اننا نقتصدوا من استهلاك ديال المياه ديالنا. دونك هما ايزون فيزي انهم يديروا واحد لاغوزاج اوتوماتيك، انه كيفاش يتسقاو لي بلانت دون مانيير اوتوماتيك بلا ما يحتاجوا الانسان، وكيفاش ما نضيعوش الماء. دونك ليدي سيتي ان كابتور دوميديتي، ولا كابتور دوميديتي ما عرفتوش بالعربيه، كابتور دوميديتي اللي كيحسب لينا النسبه ديال الرطوبه في الارض، وشحال الاحتياج ديال هذيك النبته. لو بروجي كي كونسيستي على اننا ندير واحد لو كابتور دوميديتي اللي غيحسب لينا نسبه ديال الرطوبه في الارض وشحال كتحتاج كل نبته ديال الماء، وبها غادي تسقى الارض وغيتسقاو النباتات وغيكبروا بطريقه تحافظ على البيئه. اللي خلانا اننا نكملوا مع هاد المجموعه ونكملوا مع هاد المدرسه وفي هاد الكولابوراسيون نكونوا مديرين لاتوش ديالنا، هي اننا ديجا كنا خدامين على هاد لو سوجي مع نيفارم سي اون انتربريز اللي كانت في انجاز المغرب، اللي خدمنا فيها ديجا على لاغوزاج اوتوماتيك اي اونغري. حنا كنا زايدين عليهم بلا فيرتيليزاسيون ديال التربه، وكيفاش عندنا دي كابتور دونغري اللي هما اللي كيعبروا لنا النسبه ديال لي زونغري اللي كتحتاج هذيك النبته. دونك هذه ديجا كنا دايرينها في انجاز المغرب، اللي خلانا اننا اننا نكونوا بحالنا بحالهم، واننا نعاونوهم في الخدمه ديالهم ونصيبوا معاهم هذا الشيء. دونك دابا حنايا في الحد الان راه حنا سالينا البروغراماسيون، سالينا لا ماشين، اللي بقات انهم يتزرعوا النباتات وتركب لا ماشين في واحد لا بلاص اللي تكون استراتيجيه، اللي تمكننا اننا نوصلوا كل شيء، كاع النباتات يوصل لهم الماء. ومن هذا المنبر بغيت نشكر مجموعه ديال الناس، اللي منهم ثانويه تاهيليه ابو شعيب الدكالي، اللي خولات لنا اننا نتعاملوا مع ناس اجانب ونتعرفوا على ثقافات جديده. وكنبغي نشكر انجاز المغرب اللي عطانا هذه الفرصه اننا نبينوا لي زونتربريز ديالنا ونخدموا على لي زونتربريز، يورونا كيفاش نعرفوا مع الناس، زعما كيفاش نكونوا قادرين اننا نديروا اون انتربريز، ونقادرين اننا نديروا نكريو دي نوفو تروك. وكنشكر مسيو لو كوتش فؤاد اللي كان معنا طيله ديك العام، واللي باقي حد الان معنا، اللي حتى هو كيعاوننا بزاف باش اننا نصايبوا داك لو كابتور دوميديتي، ولا نصايبوا داك لا ماشين اللي بغينا.
وكنشكر استاذ ياسين، استاذه جميله الزين، استاذ عبد الاله العيد، استاذ اريق عماد اللي هو المترجم ديالنا، المترجم من الالمانيه اللغه العربيه، واستاذه حياه مشيده، استاذ العيد، وجمعيه الاباء اللي هي كانت ممول ديال هذا المشروع. وكنشكر كل من ساهم من قريب وبعيد في انجاح هذا المشروع، وتلاميذ ثانويه ابو شعيب الدكالي. Wir besuchen die Schule hier in Marokko, um gemeinsam mit den Schülern hier an ein gemeinsames Projekt zu arbeiten. Und zwar, es geht um das Projekt Wasserverschwendung und wie man mit Wasser umgeht und wie wichtig Wasser auch einfach für unser Leben ist. Und deswegen besprechen wir hier, wir haben uns in mehreren Gruppen aufgeteilt, um an einem Schulgarten hier an diesem Gymnasium zu arbeiten. Und zwar geht es um ein Kräuterbeet, was wir vor dieser Halle hier aufbauen werden. Und da werden wir programmieren und Pflanzen aussuchen und bewässern. Die Zusammenarbeit mit den Schülern läuft sehr gut, weil sie alle sehr offenherzig sind und auch sehr willkommen. Natürlich ist die Sprachbarriere ein bisschen da, aber wir bekommen das ganz gut auch mit unserem Körper hin, dass wir irgendwelche Zeichen machen oder so. Das ist sehr gut alles. جاو في إطار تبادل بين المدرسات بجوج، الموضوع ديالهم هو الماء والحفاظ على المياه وكيف التعامل مع المياه. هذا المشكل اللي تعاني منه ألمانيا والمغرب، داكشي على الشركو أونسومبل، وجاو يلقاو الحلول بيناتهم في أرض الواقع في الجديدة، وقبطوا لو جاردان كوم إكزومبل. الأفكار النظرية اللي وصلوا لها لي دو المؤسسات بجوج التلاميذ ديالهم مشاو طبقوها في أرض الواقع، اللي كتبوا البروغرام لو لوجيسيال ديال سقي ريوسهم، كل النباتات شراوهم ريوسهم، اللي تويو جابوهم ريوسهم، والنظري حطوه في أرض الواقع، حتى العقل الإلكتروني هما اللي بروغراموا وكتبوا لي لي لوجيسيال ديالو. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.